تفضل السيد احمد. مرحبا بيك. وبيك أكثر. زارتنا البركه. عايشك انت. منين جيتنا استاذ احمد؟ منوبه دوار هيشر. من منوبه دوار هيشر. استاذ احمد، هل انت متزوج؟ ايه. عندك ابناء؟ ايه. قديش عندك وليدات؟ عندي زوج صغار. زوج صغار، ان شاء الله ربي يحفظهم وان شاء الله تفرح باولاد اولادهم. ربي يفضلك. استاذ احمد، تعرف البرنامج؟ ايه. تتفرج فيه شويه؟ نتفرج فيه. تعرفني انا؟ اكيد. باهي. حسب رايك شكون استدعاك؟ تخميناتك هيك. واحد من اخواتي. واحد من اخواتك، علاش؟ فما شويه مشاكل. شنية؟ صحيت احمد ماشي صحيح راكك، معناتها في التخمينات ماكش بعيد. شنية المشاكل؟ مشاكل بيناتنا، مناش متفاهمين. مشاكل بصفة عامة ولا عندك مشاكل مع روحك شوي؟ عندي مع روحي شوي. عندك مشاكل مع روحك شوي. استاذ احمد، انت تحبني؟ عندك فيه ثقة؟ اكيد. ها؟ اكيد. تعطيني الثقة الليلة؟ بيه. حسيتك متردد احمد. ايه. عندك الف حق. بيه، باش تشوف شكون استدعاك الساعة ومن بعد نحكيو. بيه. تفضل. استغفر الله العظيم. شكون؟ خويا. تحب نقول لك خوك شو حكاية؟ اي. خوك وهو يحكي عليك برشا عبرة. انت والله غالب راه. لحظة. انت تاج الراس. انت السند. انت اللي وقفت معاه. انت اللي توكل، انت اللي تشرب، انت اللي تعطي في الفلوس، انت اللي تصرف، انت اللي كريم، انت اللي تجيب في العلالش، انت انت انت. معناتها هو اكبر منك صحيح، اما حسب ما فهمنا من الكلام اللي يحكي فيه هو الكبير ربي. اما انت كنت الواقف بعد موت خوكم. وقفت لاخواتك، عرست لهم الكل، ما خليتهم ناقصين في حتى شيء، حتى من الذهب اعطيتهم، لبستهم الذهب. ما عندي مزيه لحتى واحد. لحظه احمد، ما عندك حتى مزيه، اما راهو اللي تعمل فيه حاجه عظيمه ياسر. خوك تخلي الحبوسات قرار مرار وكذا، وانت تقول له هاي ستوب خويا، وانت اللي عرست له اجا كذا، فهمتني ولا؟ قال حتى في الحبس يعيطوا لي الكينج على ما خويا صرف عليا. تبقى هو اليوم استدعاك كيما انت وقفت معاه. قفت معاه ياسر، وقديش احترمناه اخوك هذا. وانا واحد من الناس قديش عز بي الساعه كيفاش قال انا تتفرج وتشوف هذا. لو كان تحب الحلقه تتعدى الساعه طبعا بعد نحكيو. معناتها حكي، نحبك تطمئن، نحبك تطمئن في وسط عائلتك، عليك امان الله. السيد هذا قال انا في الحبس عيطوا لي الكينج الفضل الربي والخويا. خويا ما خلى ما عمل معانا، وعرسي مد لي 20 مليون، وغلطت معاه وجبت سكينه وهو ونسيبي وكذا، ولا كافيني لا حتى شيء، واللي نقولوا انا قال هو اللي طبقه، هو اللي يعمله. معناتها انت نعمل خو يا صاحبي يا احمد. انت اليوم نموذج، راهي العائله الكل تتفرج فينا وكذا، وشوف راهي العباد اللي باش تكابر وباش تقول ها وكذا وها ما كذا وكذا، هذا صاير في العائلات الكل. انا جايك لحظه بارك. لا كمل كلامي وبعد نرجع لك، سامحني فهمني. هذا يصير في العائلات الكل. تبقى هو اليوم حب يرد الجميل بطريقه اخرى، حس اللي كون خوه ضعف، خوه تعب، خوه مشى في ثنيه قالوا تاع اولاد حلال، فهمني ولا؟ هزوه ودمروه، فهمني ولا؟ ودخل في الادمان. قال انا نحب اليوم ناقف لخويا انه يتعالج. الكلمه ليك. تصور انت باش نحكي لك حاجه اخرى نسيتها. عموماتي واخوالي كي يجوا يعملوا حاجه ولا جو يعملوا اي حاجه يشاوروها، اقسم ربي العظيم
تصور انت يا عمي يعني بولاده ودنيا يجي اي حاجه يعملها يشاوروا هذاك. اقسم بالله اي حاجه يجوا يعملوها يشاوروها. هو اصغر منهم. استغفر الله العظيم، اقسم بربي قلت لك. والله ربي العظيم. اي تكرهني في الخدمه وتوليت هارب دي. ندفع في النار في السينا باش ما نريشو. مش ونشوفو شكاك. مش ونشوفو شعر ساكي. اش تتربجوا بيه؟ بود. 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 تحسبني اخوك؟ هاي. لا اله الله محمد رسول الله. لا اله الله محمد رسول الله. أنا باش نقول لك هنيئا لك يا بخوك هذايا راهو يا صاحبي. والله 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 تعرف على الجال هنا يحبك ياسر ياسر يحبك. وثم علاش يحبك يا بودة وخي؟ خي أنا نتمناك خو زاد. تعرف علاش يحبني؟ أي علاش يحبني؟ أي خاطر أنا نحبهم أكثر من اللي هم يحبون. أنا كل شيء إخواتي. أنا ما خليت حتى شيء لروحي. أنا نبيت تحت الكراهة. علاه عملت فينا كيك مان؟ لا 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 صالح صالح تو لازم نسمعوه. إيش باش نحكي؟ إيش باش نحكي لك؟ 10 سنين عذاب. ومن ظهر لهمش لهمون. 10 سنين عمري 21 سنة أنا نبيت في سيدي بوزيد، نبيت في قفصة، نبيت في فماش بلاصة مشيت لهاش في تونس، نجيب سلاح ونجيب نبيت تحت كهرباء، نبيت شنية كل شيء عملته بالحلال راهو هكا راهو راجل صاحبي ونعدل بيناتهم كل خليت شوية خليت شوية واحد فيكم. أنا يحبني أكثر واحد، عاوني على الآخر. فما ربي. يا ودي أنا اللي جبتك أنا باش تسمع به، أول حاجة سامحني خاطر جبتك هكا. هذي باش تسامحني عليها. أنا راني ما نجمتكش وما عادش نجم بودا. أنا كاري وعندي زوز وليدات، يعني بيا ربي. عندك الحق. أنا ما طلبتش منك ما جيتش نهار طلبت منك حاجة. اسمعني أنا راني جبتك هنا باش ما اسمعني أول حاجة سامحني عليها خاطر أنا جبتك هنا وراي أمك اللي هي كبشت فيا ما كنتش نجيبك أنا حتى كي ريتنا كان وياك صديقي صديقي صالح صديقي صالح أنت نعم الأخ هذا راي الشخصي وتحمل مسؤوليتي اللي عملته اللي عملته مع اخوك هذا اللي مزيته سابقة. الراجل هذايا حسب ما فهمت ناظل. الراجل هذايا تمرمد تعرف اش قال ولا ايه؟ قال نقسم بالعدل بين اخواتي كأنه بو. اي بربي نحب نسمع صالح بربي لحظة يا صالح يا صالح يا صالح برحمة اللي عزاني براس امك الغالية براس امك الغالية نحب نسمعه نحب نسمعك خويا انا محليك انا راني فرحان اني قابلتك يا استاذ راك انت نعمل خو وبرا حكت بالطريق نجم احكي تكلم الحقيقه احكي لي انا جبتك جبتك صالح خويا خلينا نسمعوا يعني تخزر لي كيك صالح كان ما جيش نحبك راني ما نجيبكش انا اقسم بالله قلبي دفع على خاطرك والله ربي العظيم انا قلت لي النهار مش مرتاح رجعتني نسكر انت انا في بالك سي جعفر تحب تزيد تتكلم بعت عشرة بطور رجعت نسك لا لا مش حل لا 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 ما نداويوش الادمان بالادمان عايشك صالح كنت نصلي لا هي ونعمه بالله غفور رحيم يا صالح يا صالح خلينا نسمعوه خلينا نسمعوه خلينا نسمعناك احمد هذايا خو بالمنجد خطرات تلقى خوات هما من فرد كرش مش خوات هذايا خو بالمنجد وقت اللي طاحت وكذا سبحان الله تمن بالله اي اكيد
ونعمة بالله ولا أكيد تحلها رب. العظمة كان لله أكيد فهمني ولا. وقدش مرة طاحت بيك وقمت وكذا وقال عمل خذال للكهرباء ومن بعد طاحت الأمور شوي ومن بعد وقف على ساقيه. معناتها أنت نعمة المناظر صاحبي. اليوم تونس الكل حبوا نقفوا لأنه أنت خونا بالمنجد ويشرفنا أنك تكون خونا بالمنجد خاطرك نعمة الأخ. تحملت مسؤولية ماهيش مسؤوليتك بعد كان نجم يتحملها هو ولا خوك الآخر ولا كذا. أنت تحملت وهزيت كبيرة برشا وهزيت أي وهزيت ما تعبتش ما قلتش أح ما شكيتش ما نجمش نحكي ران ما نجمش بالرسم أحمد. نعم نجم ننطلقوا في رحلة متاع علاج. انطلقت فيها هنا الرحلة يا واحد. إلهي لحظة فسر لي سيدي. أنا مداوي في روحي وحدي وما عادش نتبع في حتى خلطة وراني اللي عمل أنا مانيش تاع شيء ذاك أنا راني تي ما هو هذا هو هذا هو في بالك أنت اليوم تنجم تمنع برشا شبيبة يا أحمد. أنا مانيش متاع شيء ذاك وما ننصحش بيه. صحيت مانيش بتاع شيء هذاك مشيت في غلطه. صحيت تفاصيل كيفاش دخلت احمد كان تحب تحكي نحكي لك اي اي باش العباد بربي نحب الساده المشاهدين وخاصه الاولياء يتفرجوا في احمد. يا احمد شكون لك حاجه راهو ماكش الاولاني في بالك اللي انت الليله تنجم تصلح برشا شباب في بالك خوك هذا هذا اللي جاء الليله وجابك أنا انت انا كنت نعمل سي جعفر أه؟ أنا كنت هامل والمصلح صحيت هاو راهو ينجم يكون لنا درس الليلة. نحب نسمع أحمد احكي لي خويا كيفاش بدات القصة. ما حبش يحكينا لأن نحن نجمنا حبش يحكي لي تاع المخدرات اي كي داورت أموري أنا في الآخر بكل يعني مستحيل والله سي جعفر لحظة عاد صار خلينا نسمعوا عاد يكذب مستحيل يطيح لحظة يا سارة مستحيل يتكسر يا سارة في ليلة ونهار لحظة يا سارة ومستحيل يبيع الديماك سويت ومستحيل يبيع القهوة ومستحيل يبيع البنزيرية. ماني مخبي عليكم حاجات ما نحب ما مخبي علينا شاي سي جعفر. تبع ناس كان عنده ثلاثة صحاب من القراية المخدرات صرفت عليها برشا فلوس هذي ما كانش طبع في حد شاي اي اي خلينا نسموها تصالح اخوي فترة تاع عام هي الحكاية كلها أه؟ عام راهي الحكاية كلها عام كل شيء طاح في الماء أكثر سي جعفر مش أنا شلقت بيه في العرس يا صالح يا صالح يا ودي أنا ما نكذبش يا صالح لحظة خلينا نسمعوه يا صالح أنا بعيناي كيفاش طيحته اي طيحت خويا في يتحنده أحمد وقتها الأمور قال لي أعطيني 500,000 تشليت طلعت للدار لا ما طلعتش معايا مارتي قلت لها بريت نجيب أول كي طلبني هو قلت طلبني في كنز فرحت أنا كي طلبني في 500,000 والله أنا عندي وقتها أنا سي جعفر عمل أكسيدون إيدي مقصوصة لطف عليك لطف عليك ومركب الحديد كنت يعطيني 500,000 من دي شنية وحلت في الصالة ولا شنا عندي تفتوفة 1.5 مليون ولا زوز ملايين عيطت لسيهام مارتي قلت لها باري جيب البودة تفرحت يعني قلت لها تو تطلعي جان سيبي بالنقل قلت لها تو تطلعي أول مرة يطلب منك فلوس أول مرة في حياتي دي انا ديما ناخو ما نرجعلوش نقدر اي ما تسالتش كيفاش خوك اللي عنده الفلوس فهمتني خوك اللي عنده الفلوس واول مره يطلب من عندك انا قلت لك تصدمت باهي خلينا نسمعوا صالح باهي احمد قلت لي بديت في رحله العلاج مش لازم نحكوا كيفاش دخلت الادمان ظاهر طريق الادمان اصحاب سوء خلطه فهمني ولا هك جرب في جرب كذا تلقى روحك فهمني معناتها انت الانتوراج هو اللي دخلت الادمان
معناتها الخلطة. اي خلطت 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 في الاخر في الاخر. هذا مش فاهم الحكاية. اي فسر لي انت. في الاخر بكل انا دخلت في الموضوع نتاع المخدرات في الاخر بكل. كيف هزيت 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 ما عادش النجم. خسرت كل شيء. كيفاش خسرت كل شيء؟ خسرت كل شيء. احمد خسرتوا على المخدرات؟ لا. مالك خسرت كل شيء كيفاش؟ خاطرني يد وحده وحدي. وحدي نعاني في برشا. في برشا كل. هذا واحد، خوه الاخر، خوه الاخر، اخته، امه، ولاد خويا، الكل تاخذ ما عندي. كثر عليك الضغط؟ ضغط زدت ضغط. عملت مشاريع اخرين انا، حبيت تتوسع؟ حبيت نزيد نتوسع. زوز مشاريع حتى فيهم برشا فلوس ما مشاوليش الزوز. اللي هما شنو هي القهوة؟ قهوة وبيتزاري. ما مشاوش؟ ما مشاتش امور. باهي؟ خسرتهم الزوز. قداش تكلفتهم تقريبا؟ خليت فيهم قريب 100 ولا. خليت فيهم قريب 100. باهي. من وقتك كثر عليك الضغط، انا ذولي بديت نفهم روا. ثر عليك الضغط وعندك تصويرة عند العائلة فهمني ولا ما تحبش ترخبك التصويرة هذيك. ما حبيتش نظهر لهم. تاكلها في صحتك. ناكل فيها في صحتي وما حبيتش نظهر لهم. وما تحبش تظهر لهم. ما حبيتش نظهر لهم. قداش عميق الراجل. قداش تو زدت فهمت انت علاش راجل باهي ياسر. باهي. فالتجأت للثنية الغالطة فهمني ولا الثنية الغالطة نتاع المخدرات. عرفت روحي الثنية الغالطة انا نتذكروا النهار. كيفاش النهار؟ نتذكروا النهار. كيفاش؟ نهار اللي عارف روحي انا اللي باش نبيع كرهبتي، اخر كرهبه بقات لي. انا عندي كرهبه كاتبها، انا عندي خويا يخدم معايا، يخدم معايا. يخدم معايا، اكاهو. مانيش عامل له شهريه ولا نهار. الكيس عنده هو، اخلص كيما تحب. مال اخو اخلص كيما تحب. مال اخو برج وليد صفقة. عندي دي ماكس باسمي. عندي دي ماكس باسمي. عندي دي ماكس باسمي. شريت له دي ماكس باسمي. واحدة أخرى تصفيقة أخرى هذه. بربي يا مان، بربي يا مان. قلت له أنا ما بعض. الكاسة قدامك وهو اللي يخدم مع كاسة. هذا يخذي حانوت وخرج على روحه. أي والمشروع هذا كان يخدم معاي في بالي حكينا كل شيء. معناتها المشروع متاعك فلوسك أنت والكاسة عند خوك. عند خويا الآخر. يا إلهي. وخويا هذا ما عرس. أي حكى لنا كيفاش قلت له عرست له شريت له 3 شهور مسبقين وعطيته حانوت وكاسه وحده برا وحدك عوم بحرك وبرا اخني سيل شخص خوت الله باش لمرتك تقول لك ها خوك لما نعرف محلاك برا هاك وحدك خليني انا والاخر محلاك يا احمد ما عملوش معايا الباهي سي جعفر الكل ما عملوش معايا الباهي كيفاش ما وقفوش معايا كيفاش ما وقفوش معايا ما نحبش نحكي يعني انا للتو ما نحبش نحكي باقي باقي هاز وحدي وساكت قول له احكي سي جعفر ما يحبش يحكي ما يزالش خليه يحكي علي انا خليه يحكي لا لا انت بالله انت صاحبي موضوع اخر انت مادام جبت انا حتى كي كنت نزلوا فلوس ونهرب نطلبوا بالتليفون نقولوا راني هزيت 3 مليون وهربت بيك ام تغدو نرجعك تخدم ولا نعم ام تغدو نرجعك تخدم ولا يقعد 3 أيام 40 نصرف فلوس نمشي نشيخ بهم بعد جي تخدم ديراكت نطلب عمي يطلب ويقول له ماكو خيان يقول له يجي يخدم يا خويا نصرف فلوس ونهرب قدام يا خويا يا خويا يا ودي انا نحكي لك الحقيقه زاد يا خويا انت برج وليا ونحب وراه وعلى وليته هذا صادق ياسر باه والله والله يا خويا هذوما ليه هذوما الاخوات تي سبحان الله تي ما زاد الناس تتفرج تي سبحان الله يا سيدي صارت بيناتهم يا سيدي يا ودي هزيت له برشا فلوس وهربت بيه اقسم بربي العظيم اما راني ما نخليش كي نرجع نخدم معاه نعوضهم ماني صغير انت نحب نمشي نتفرهد هذي مسامحهم انا الكل بالله اما غيظتني منه سي جعفر لا نسمعوه صالح نسمعوه منيش غيظتك مني يعني
أنا تعرف ظروف منهم كل واحد شوي ظروفك نعرف يعلم بيك رب. هاني زاد وقفت معك برشا اي مراد خويت خويت انتم خويت هاني داويتك ما حبيش الدواء ديني فلست هزيتك وين تحب هاني شريتك الدوايات الكل او ربي يعلم وما عندكش مزية ما عندكش مزية عليه تقول لهم اطلبوا كان صالح هاني نجي نجري هذه صحيحة انا في بالك تمشي انت للصانع تقول له 5000 ولا تطلبني نبدا نبكي انت باش نمد لك 5000 نعطيك 500000 نعطيك 5000 النهار نروح مريض يعني يحشم مني خليني ما نروح نروح ماضي ساعة انا عندي زوج صناعة يخدموا بعضي يمشيوا يطلبوني يقول لي نعطي البودة 5000 نقول له اعطيه بطبيعته اخزر وين كان خويا محلاكم خويت برجولية يا احمد وخي يا خويا برجولية يا احمد يا صالح يا خويا محليك يا صالح يا احمد يا خويا شقول لك انا خلينا نسكر الحلقه نتاع الليله انت غايضتك شوي وهذايا من حقك اي خوي يتغاض من اخواته يتغاض مثلا هز 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 تعب الجبال تتهد راهي صاحبي به كيفاش انت شو اللي غاضك دقدق روحه وبيده لحظه بالله صالح احمد باش نسالك سؤال كيفاش بديت في الغلط نتاع المخدرات هذي قلت بعد ما بعت اخر كرهبه كله فهمنا فسر اخر كرهبه عندي هو عارف كرهبه ماخذ فلوسها وما في بالهمش هما باش عرست انا عندي صاحبي بعتها له وبخليها لي وخلى الكرهبه عندي اعطاني فلوس وخلي خليها الكرهبه عندك بالثقه انا وياه جره المخدرات صالح باش كملت عرست صالح لا باش كملت وقت بيع صالح لحظه عاد صالح صالح يا صالح تسمع ولا حق يا صالح تسمع ولا خلينا نسمعوه ودي قلت لك راني انا نحكي كان في الحق يا ودي لا اي بعد خلني نسمعوه هو بعد انت يقول الحق زاد هاي كان نحكي الحق احكي بعد كرهبتي خذيت فلوس باش كامل تعرست حلت ما عادش نجم به مش ما عندهمش خي انا اللي نعطي فيهم مش كوم مش نقولوا اعطين والمشاريع زوز فشلوا فشلوا كيفاش دخلت المخدرات صالح بيعها احمد بعت كرهبتي احسن كرهبه عندي خليتها بعت ولولا بعت صالح لحظه ما نعاد صالح ليه عاد لولا ما يتفكت يا ودي من بديت بيع في الديماكس وقت بديت استعمل سي بود باهي ما تقولوش عندي عام عندي عام احكي الحق عندي عام يا ودي مش مشكله قديش المفيد دخلت في الطريق نتاع المخدرات دخلت في طريق المخدرات شنو بالضبط؟ نجم نعرف فيش الاستهلاك شنو استهلكت برشا حاجات برشا اي حاجه تنسيني في 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 في, في, في اللي صار لي نعم الغابره سي جعفر اي حاجه تنسيني في اللي اي حاجه تنسيني بعد بدات يحلم مسخ سوبيتكس ليه بعد دار ليه ليه غابره ومسخه وسوبيتكس مشيت مره نلقى في المخدم نتاعو الزرار به احمد الليله باش ننطلق عيطت لي امي لحظه عاد صالح 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 باش نلقاو حل تو خويا احمد الليله انت باش تقرر انت الليله باش تقرر انت وصالح اخوك كيفاش تحبوا تهزوا الحلقه هذه احنا كفريق برنامج باش ندزوا معاك لو ماكسيموم لانه اعتبرناك خونا بالمنجد ربي ومحلاك وربي سبحانه الانسان اللي يقف لاخواته ربي يعمل له دليل باش يلقى له اخوات اخرين وناس اخرين يقفوا له ربي باش يبعث لك دليل الليله الليله ربي باش يبعث لك دليل تتصور سهل انك تصرف على اخوك في الحبس وتعرس وتوكل وتشرب على اخواتك كذا ثمانيه كان نقول له وجبه لحظه بالله صالح صالح بالله لحظه عاش خويا الليله ننطلقوا خويا نعملوا اجراءات ونشوفوا كيفاش تتعالج صالح وتمشي تعمل مده شهر تسكر خويا امورنا وترجع لنا خويا نظيف تللش وتبدا وترجع نعم تخدم وترجع تعمل مشاريعك خويا مستعدين اسره البرنامج ناقفوا كيما وقفنا في قاد في سابق الايام وجا بحذانا لهنا شكون ومشى تعالج ولا باس عليها اما يلزمك انت عندك العزيمه وتنسى القجورات نتاع داركم كل انسان عنده قجورات في مخه واش نعطيك انا مثلا عندي قجورات نجبد القجر نتاع اختي الصغيره القجر نتاع اختي الكبيره القجر نتاع خويا القجر نتاع عائلتي اولادي كذا قجورات
انت قبل ما تمشي تتعالج عطوا صالح يهنيك على العائله. انسى العائله كان انا نصرف عليهم. انسى العائله كما ناخذ لمجه ولادي ناخذ لك لمجه اولادك. اقسم بربي نحيهم من فمي ونمدها لاولادي. احمد وباش ترجع اقوى من قبل. وما عنديش مزايه. والعباد اللي يتفرجوا فينا الليله ماذا بيا يقفوا معانا هذا يا خونا احمد. وانا صاحبي باش نعطيك معلومه يشرفني اني عرفتك. رغم اللي انت معناتها مشيت في ثنيه اخرى وكذا. تعرف شكون استدعاك؟ مش هذا. امك الحنانه كلمت هذا قالت له خوك خاطر يشوفوا في ولدهم النواره. انت النواره متاع العيله يا احمد. انت النواره يا اخي. باش نسالك سؤال، اما خير استدعاك خوك لهنا والعالم الكل تفرج الرجل متاع هذايا ورد الجميل وما عندوش مزيه، والا ما استدعاك حد وقعدت خويا تكونسومي شي موت. انا وخير حسب رايك. سي جعفر كي طلبني يومي في الليل نقول خويا زرق زريقه راهو مات. لطف عليه لطف عليه. لويت وجعني كنت تقول لي احمد الليل. موافق خويا نتوكلوا على ربي؟ موافق. لا لا موافق. حط اليد في اليد خويا. انا بديت ديجا. أه؟ انا سهلت. انت بديت واحنا باش نكملوا معاك. احمد انت بديت وباش نكملوا معاك وباش ترجع كيما كنت قبل. بفلوسك بدنيتك. هاي يا احمد ورحمة امي الدنيا فيها عدل. رد بالك ورحمة امي الدنيا فيها عدل يا احمد. انت اللي عملته مع اخواتك كيما زرعتك باش تحصد كان الباهي. فيق لي شويه تو احمد. يرجع بعقله بارك. فهمني مادامنا مازال المال هنا. رجع لي عقلي انا. ها؟ انا رجع لي عقلي. حطوا اليد في اليد ولا ايه؟ رجع لي عقلي، نحطوا اليد في اليد داي. توكلوا على ربي؟ اي اي. اوكي؟ اخ ابو حميد، بود اخ. اخ بود، اخ سالم. باهي سيدي، خويا اليوم اعطيتونا درس في الاخوه اللي فيها برشا وجيعه، برشا وجيعه، وفيها برشا تدخلات خارجيه. نتاع ناس واطراف دمروا عائله. حبوا يدمروا عائله، اما الليله ماهيش باش تدمر العائله دي. ماهيش تدمر العائله هذه. باش نقفوا لك بو حميد اخواتك والتوانسه اللي يتفرجوا فينا الليله، اي انسان يحب يقف فهمتني؟ اعطوه نكلموا وعندنا شكون تمشي تعمل كير بتاع شهر وباش نرجعوك لهنا، باش ترجع لهنا. انت واخوك هذايا. يرحم والديك. باش ترجعوا لهنا ونستدعوا الوالده نتاعكم نكرموها، خاطر يرحم الام اللي جابت. يرحم الام اللي جابت. لحظة يرحم الام اللي جابت. ريتو هذايا نعطي لحظة صعب تتكلم في اي بلاصة. سيبني. ريتو واقف هكا ويحكي هكا وانا وندرى شنو وكذا ورسم ميمتي قلبه حليب وفي وسطه طفل صغير وفي وسطه مراة عظيمة يحب ينقذ خوه باللي نجم فرفط. معناتها أنا حسيت اللي كونه هو مشخشب عليك على الآخر، حاسك كيما ولده، كيما أنت صاحبي. كرمت أخواتك وكلت وشربت. والله عايشني كيما نحب أنا. صنديت صاحبي أنت، صنديت. أقسم بالله. هيا توكلنا على ربي. أنت تخدم ولا تو أحمد ساعة؟ مرتاح تو ما تخدمش؟ ما تخدمش، أوكي. عندك ديون؟ إيه. قديش الديون؟ عندي شيكات بدون رصيد. قديش 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 قديش؟ عندي سي جعفر. قديش؟ ساعتيني مونطون أحمد. تاعي قريب 20 مليون. 20 مليون. به. شوف باش نعملوا حاجة بربي يسامحوني، شدك الورق، شد الورق. باش تدور في اقعد اقعد صالح صالح خليني تو باش نتكتك. اقعد صالح اقعد صالح اقعد احمد اقعد صالح اغزر باش نعمل حاجه باش تدوخ في امرك انت تو باش نبين لك ان الله عادل ونشيلو دي ماكس يعني فهمتني باش نبين لك اللي ربي عادل اغزر باش نعملوا لا حيله لا تشتين لا تلامس في العينين عندك شيكات ب 20 مليون احنا عندنا برنامج 29 766 ألف 29 766 ألف مانيش باش نزيد حتى كلمه ولو كان انت بعد ما تتعدى الحلقه شيكاتك ما يخلصوش انت اللي عطيت لاخواتك نخلص وحدي لحظه شو؟ انا نحب نخدم ونخلص وحدي انا نحب نخدم مرة
سي جعفر انا ما جيتش انا على الديون على الواحد. انا نحب يبراني بركة تو يعلم تو ربي فرج عليا ونعاون خويا. نرجع نخدم على جيناش على ربي يحل اسرنا المفيد يرجع لي هو كيما كان. الله صالح. ما نحبش يعني خويا كيك يا ودي كان قصير. الله صالح صيد هذاك السيد والله العظيم نعطيه حانوتي ما يسالش. لا 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 توني عادي يحل هرب ارجع وجهك احمر وارجع لباس وارجع نعطيه الحوايج ما يحبش يبدل. نخمم نخمم بيض مر... عندي زوج صغار راني انا زاد ما نديش وقت نمشي للحب. سي جعفر وحجم ويا يا هكا قدام يا ودي ما عادش عم نخدم كرهاني في الخدمه يا الاخر نشد حانوتي. حس عليك بو حميد ما تجيناش طامعين في فلوس ولا حاجه يا ودي نخدم عليه الدنيا الكل مادام نزلت الحمد لله اقسم بالله نخدم شطار لي وشطار لي. والله محلوك والله محلوك والله والله يا خويا يا خويا ان شاء الله الاخوات الكل يتفرجوا طبعا في الله راه ان شاء الله الاخوات الكل يتفرجوا في الحلقه نتاع الليله يا خويا محلاك يا خويا تحبوش تعتبروني اخوكم اخرا دي خويا على الراس ولا ايه صالح تعتبرنيش خو انا معك خويا خويا انا تو نعطيكم حتى تليفوني الشخصي ونقعدوا مع بعضنا وهذا باش يبرى تشد في ربي باش تبرى مش كنتوا دي ماكس اقسم بالله ما نخدم عام ونص ونشري دي ماكس كونتون يا خويا هاي اخت 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 اخ. يا براني ما هاي يجيني 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 هاي خلي يبرى 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 ها هو امشيلو امشيلو يا خويا سامحني راني جبت قالي ما جيتش حتى ثنايا يا حلال عايش خويا ديري روحك العب وديه اكيد 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 سيب علينا عايش خويا عندك وليدات راه واعر قدام في جار اقعد 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 صالح اقعد اقعد صالح اقعد اقعد بجنب خوك اقعد انا سيدي مش شنو عندك انت انا بشنو الوالده شو اسمها غالي انا باش نقعد انا باش نحاول نقعد امك هذيك غاليه الله يرحم والديك يا غاليه في هالظنوه الناس كل تغلط شنو هو سامع الناس كل تغلط غلط كان يحكي لنا فهمتني ولا الله يرحمه على الاخر سي جعفر كان رفعني راسي ومازال ومازال باش يرفع لك راسك ومازال باش لحظه صالح صالح باش يرفع لك راسك باش نعطيك تو مسؤوليه يا عاد احمد في بالك اللي الشبيبه تو تتفرج فيك الكل ولا في بالك اللي ثم شبيبه لحظه في بالك اللي ثم شبيبه تعيش الادمان انت اليوم باش تكون مثلهم الاعلى انت ما عادش مثل الاعلى نتاع داركم تو تو هذيك سنه الحياه ربي حب يزيد يكرمك يهديك ربي صاي انت تو باش تكون لنا باش نتبعوك انت تو باش نتبعوك انت بالذات يلزم وقت اللي تجينا لهنا البطل وتوري للشبيبه نحيت كل شيء وانطلقنا في الثنيه الجديده موافق نقعدوا غاليه هاي كلمها غاليه تتفرج فيك الليله كلمها اش تقول لها؟ نوعدها من اليوم نسيتوا الموضوع نتاع المخدرات جنب باهي توكلنا على ربي هاي هاني جاي طف تصفيق اقوى برشا هاني جاي لا اقوى اقوى للاسف نعيش في مجتمع نحكم بالمظاهر تو الناس اللي تفرجت في الحلقه من الاول الخطاب نتاع صالح والحركه نتاع صالح والماضي نتاع صالح يعني يقول لك شنية هذا اي انسان يغلط في الحياه راهو صالح اليوم الساعه انا اعطاني درس انه اعترف باخطائه راه ثم ناس تغلط تقول لك لا ما غلطتش ويقول لك انا صحيح يجيك من فوق انا صحيح هذه قال لك عملتهم الكل نادم نادم الندم وتحاسب سي صالح صالح اليوم حب يرد الجميل لخوه اللي وقف معاه في الازمات وفي الشدائد هذوكم الاخوات مش في الكيكيكي كاكاكا هنا نضحك ونلعب اي اي مرحبا بيك في هنا نضحك ولا الاصحاب لا لا الشده جابوا لهنا ويميمتي قداش قوي وقت اللي ما نعيطلوش نعيطلو زعما شي يقولوا الناس كذا ولكن انا نقول لصالح
أنت فخر يا صالح باللي عملته، ونقول لأحمد أنت فخر وستظل نموذج بما أنك وقفت لأخواتك وكرمت أخواتك سترة، وإن شاء الله باش تبقوهم هذوما قديش دخلوا قلبي، تبقوهم في قادم الأيام وباش ننتصروا إن شاء الله.